وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الشيخ صلاح الجودر. شيخ صلاح، من الصعب علينا كإعلاميين وصحفيين أن نفارق شخصية عظيمة كشخصية الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله، خصوصا وأن سموه كان أول الداعمين لحرية الصحافة والإعلام، وخصص جائزة كما تعلمون باسم سموه لدعم الجسد الصحفي. برحيل سموه حتما سنفتقد، بل ستفتقد صحافتنا جميعا المحلية، تسريحاته الوطنية والجامعة. أستاذ صلاح، كيف تلقيتم خبر وفاة سموه، وماذا تذكرون من مناقبه العظيمة؟ نعم، شكرا أخي العزيز. أنا أعتقد أن شعب البحرين صدم بوفاة الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان. كنا على موعد معه في على أمل الرجعة والجلوس معه والاستفادة. فأنا أعتقد أن اليوم البحرين عموما، ولربما إحنا من أهالي المحرج، الكل يبكي، ما ندخل على ناس أو نتصل في ناس أو نتلقى حتى اتصال إلا نبرات الحزن على رحيل الأمير خليفة بن سلمان. مصيبة كبرى ومصاب جلل في فقدان قام من قامات الوطن وقائد عظيم رسم خارطة طريق للبحرين مما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا وموعد الرحيل، وخاصة سواء كان في مجلسه أو من خلال حضوره وتشريفه في الفعاليات اللي يكون فيها رجال الصحافة وكتاب الأعمدة. كانت توجيهات صريحة وواضحة، نصائح كانت نصائح أبوية، وإن كانت في بعض الأحيان كانت مباشرة لبعض الأقلام أن تتحرى الدقة والموضوعية. وكان هذا ديدنا، وكان كذلك الصحفيين والكتاب يتقبلون مثل هذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذا النص بقلوب مفتوحة، لعلمهم بأن الناصح هو خليفة بن سلمان باني الوطن المشارك الرئيسي مع الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، والمشارك الأساسي مع جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين في بناء وتدشين مستوى عالي من الرفاهية. كل هذه الأمور كان رئيس الوزراء يطلعها على الصحفيين مباشرة. أنا كنت من رواد مجلسه، كان أماكن الصحفيين والكتاب ورؤساء التحرير في الصفوف الأمامية، وكان الترحيب لهم مباشرة، وكان مجموعة من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة مباشرة يتحدثون مع الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان من باب اطلاعه على كل ما يجري، وكان مستمع جيد ويسمع لك ويقول بنفسه: انتقدوا إن لم تجدوا شيء تنتقدوني أنا خليفة بن سلمان. كان هو صاحب الباب المفتوح والمجلس المفتوح أسبوعيا سواء في دار الحكومة أو حتى بعد ذلك في قصبة في الغضيبية. كنا نشارك أنا حقيقة عن نفسي أكثر من 30 سنة، وأن أشاهد خليفة بن سلمان هو نفسه، لم يتغير في أدائه في عمله، مواظب على حضوره في مجلس الوزراء، يستقبل الصحفيين، يستقبل المواطنين برحابة صدر وابتسامة وصبر وجلد سواء في الدخول أو حتى في انتهاء الجلسة وخروجهم، وكان يؤخر مجلس الوزراء من أجل أن يستمع إلى المواطنين مباشرة ويستمع إلى رجال الإعلام والصحافة بأثرهم. وأعتقد حينما خصص جائزة خليفة بن سلمان للصحافة كانت إشادة وإضافة كبيرة للجسم الصحفي اللي احنا نشهد على أنه تقدم خلال الفترة الماضية من الصراحة ومعالجة الكثير من القضايا. مواقف خليفة بن سلمان، هذه هو خليفة بن سلمان. فلذلك أنا عموم أهل البحرين كنا نراه وكنا نسير معه في بعض المناطق، في المنامة، في جبحاب، في مناطق كثيرة في المحرق، نجد نفس خليفة بن سلمان في تعامل مع الناس بسواسية، ويسأل عن الصغير ويسأل عن الكبير لعلمه بهم، ويسأل عن أبائهم كذلك لأنه يعرف الكثير من شرائح المجتمع. نعم. ويعرف هذا ولد منه. فلذلك يعني نصبر أنفسنا ونعزي القيادة على رأس جلالة الملك وولي العهد، ونعزي الشعب البحرين
في 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 هذا في هذا المصاب العظيم وهو فقد الأمير الرئيس خليفة بن سلمان الله يرحمه. نعم، إذن الكاتب الصحفي صلاح الجودر، شكرا جزيلا لك.